ثواني ثواني، لا ثواني بس شوف صحن. اوكي يلا تمام صحن. روح له جاهز انا؟ اي معلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي الجزيرة المباشر. نحن في أحد المخيمات العشوائي بريف إدلب الشرقي. طبعا نصل لكم وضع النازحين في هذه المخيمات في ظل العاصفة الثلجية التي طبعا اجتاحت الشمال السوري. معنا هنا بعض المدنيين الذين يقطنون في هذا المخيم. يعطيك العافية خالتي، يعطيك العافية. الله يعافيك. المخيم تعبان كثير. بتحكي لنا عن وضع المخيم خلال العاصفة الثلجية، كيف كان وضعكم؟ تعبان كثير، الشعب كله يعني تغرقوا بالمي وبالحال التعبانين، ناقص الحطب، ناقص المازوت، ناقص يعني خبز، كل شيء تعبانين. هذا المخيم تعبان كثير. قد ايش صاركم قاعدين في المخيم؟ قاعدين صار لنا 4 سنين ونص في المخيم، والمخيم كله حاجة مساعدة. المخيم تعبان كثير جدا جدا جدا. يعني كيف قضيتوا ايام الثلج 3 ايام؟ والله يعني كثير يعني تعبنا، وكتلنا البرد وكتلنا وشرير المي، وحالي تعباني يعني. ناس ما بتقدر تتخرج لبرا، لا اضوي لا اشي لا مواد لا اشي. انت منين خالتي؟ انا من محافظة الدرعة. كيف حكينا عن رحلة نزوحك لحتى وصلت هذا المخيم؟ انا نزوحي اتجوزت الديرة هاي، وصار هالشي هذا. واحنا هون صارنا 4 سنين ونص تعبانين كثير، بخصوص بها البارحة يقول بها الفلج هذا يعني تعبنا كثير جدا جدا. والعالم يعني تشردت اكثرها، يعني كثير اذا اكثرها البرد العالم اكثرها مرضت من البرد. يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا ما زلنا في هذا المخيم، اتحدث لكم عبر قناة الجزيرة المباشر عن وضع المخيم، وضع النازحين. طبعا نشاهد الأطفال في هذا المخيم. المخيم وضع صعب جدا للغاية في خفض درجات الحرارة. نشاهد بعض الأطفال بحاجة إلى تدفئة، إلى بعض المنظمات الخارجية أن تدخل إلى هذا المخيم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بس بعد ما تنام شوي.
احكي لنا عن وضعكم بالمخيم خلال العاصفه الثلجيه، خلال برد القابس، خلال انخفاض درجات الحراره. الثلج وقف نص متر، وقف على السطوح، صار يذوب وتنقط علينا مي. يعني الغرفه صار فيها متر مي، يعني السداج الغراض كلها نايمين فيها، الغراض كلها صارت مي. يعني بدنا شمس تطلع ما طلعت، صرنا نشمس على الصوبة، حطب ما في كله مي. يعني بدنا نطلع نجيب خبز، بدنا نطلع نجيب غراض ما نحسن من التلج. يعني التلج متر والسيارات ما يطلعني، صار صبرة وجمد التلج ما بقي يذوب. حكيني عن وضع الإنساني خلال الثلاث أيام، يعني العاصفة والبرد القارص، الأطفال كيف كان وضعهم بالمخيمات؟ والله ما يحسنوا يطلعوا، ما يحسنوا يلعبوا، ما يعني برد ومرض. يعني بالنسبة لمقومات الحياة اللي كنتوا تحتاجوها خلال الفترة هاي وانقطعت بعض الطرقات، كيف أمنتوا احتياجاتكم؟ والله ندبر حالنا، يعني عالم تطلع مشي، عالم يعني تدفش بعضها، تشحط بعضها. يعني السيارات، سيارات ما تدور، سيارة تدور. يعني الحمد لله دبرنا حالنا. يعني أربع سنوات وأنتم ما زلكم في المخيم، طبعا المخيمات أغلبها من حر الصيف تشقفت بعض الخيام. يعني كيف كان وضع الخيام بخلال البرد، بخلال الثلج؟ كانت الخيام يعني منعت عنكم تسريب المياه للأرض لبعض الخيام؟ لا ما منعت المي، لا. يعني كل الخيام هون مخيم جدار معراتة، يعني في منهم وقعني على اولاد يعني بالدهماز، يعني مرضوا. يعني وقعت عندكم خيام؟ عندنا خيام وقعت. ايه كم خيام تحكي لنا، كم خيام وقعت عندكم في المخيم؟ كذا يعني شيء خمس ست خيام، واذا مو اكثر كمان. يعني اطفال تحت المنهين وقعني عليهم، ومي وثلج فوق، وقع الاولاد وبرد ومطر وصبره. كيف كان وضع الأطفال اللي وقعت عليهم الخيام؟ يعني شيء بوجع القلب. يعني متأمل من الله فرجهم قريب إن شاء الله. مين بحكي لنا يا عمو؟ مين بحكي لنا؟ كيف كان وضعكم بالمخيم خلال العاصفة الثلجية؟ والله صعب، صعب كتير، مطر وهواء وثلج. مثل ما بقول هلا هدنا علينا الخيام، ثلج صعب. يعني ما حسنتوا تطلعوا برا الخيام، ما حسنتوا تأمنوا حالكم بالنسبة لأمور الطعام؟ ها ما في طحين، طحين نخبز ما في، خبز ما في، ما عندنا شيء يعني نقوت فيه. أنتم من أي منطقة نازحين؟ من الغاب، سهل الغاب، منصورة. قد إيش صاركم نازحين بالمخيم هون؟ أنا سنتين ونص تقريبا. إيه سنتين ونص نزحنا وما رجعنا لهلا، ما حد رجع. الله يعافيهم. مين بحكي؟ أنا بحكي وراء.
عم احكينا عن وضعكم بالمخيم. عم كان صعب كتير، ما نقدر لا نروح نجيب خبز ولا في طحين، والطرقات سكرت من الثلج، والثلج يعني أثر علينا وقعنا خيام، والدور صارت نقط ماي وحالي صعبة. يعني وضعكم أنتم كأطفال كيف عشتوا هالثلاث أيام بالثلج؟ موت أشوى، عشناه الموت، يعني ما نقدر لا نطلع لبرا بالبيت، لا في حطب لا ندفع عليه، وما في شيء صعب. ما حد اجى لعمكم من بعض المنظمات زاروكم بالمخيم هون؟ ما حد اجى، يجوا يصوروا ويروحوا، ما حد اجى. ما يعطوا شيء. شو بتحكي لنا انت يا عمو على المخيم؟ شو انت كنت عم تسعوا ليش عم تسعوا؟ كم؟ احكي لنا يا عمو. عايزك تحكي حكايتي. يلا نمشي. يلا. مرحبا يا عمو. أهلين وسهلين. تحكينا عن وضعكم بالمخيم هون. والجام مرضات وما في دكاترة والطرقات تسكرت والولاد صاروا يبكوا وصعد ثلج وصاروا يمرضوا وما في طرقات. يعني خلال ثلاثة أيام اللي عشتوها هون بالمخيم تحكينا كيف كان وضعكم كأطفال؟ أنتوا صار في عندكم سعلي، صار في عندكم مرض؟ وفي عالم مرضات وفي عالم ما مرضات، وفي ما بيجي حدا المعونة بتوعدنا وبتروح، وفي شيء مين انتي؟ من الحميدي من الغاب. قد اسألك نازح من الغاب لهوني؟ سنتين. يعني ما زال وضعكم تعبان هم المخيم؟ وبيجي يطالعونا من البيوت وبيجي بيقولون ايه ولا، والخيام هبط علينا. مين يحكي الناس يا عمو؟ محمود. اي يعطيك العافيه. اهلين الله يعافيك. كيف وضعكم بالمخيم؟ صعب جدا، الوضع كان في الثلج، المواصلات منقطعه لمده 4 ايام، والثلج والبرد قارس، والتوتي حتى اللي زقف بيته توتي صار يشر عليه مي، وكان الوضع صعب جدا، والاطفال من البرد يبكوا، حتى اي صوبات الحطب ما تدفئ ابدا، ما في تدفئه، البرد قارس، وبعد الثلج بعد ما داب الثلج الوحل مثل ما شايف الوحول، الطين كل ما بيجي لينشف بينزل المطر، يعني ما في، الوضع صعب جدا. يعني انتم هون عشت بالدفو بالمخيمات على صوبات الحطب وبعد الحطب والبيرين؟ الحطب عمكن موفر هون؟ مو زياده موفر لكن غالي، يعني ثمنه. يعني شروا مشترى ما بيجيكم دعم من بعض المنظمات؟ ابدا ما في دعم، دعم من المنظمات ما في ابدا، نشتري مشترى، واللي عنده شجره بارضه راح يقصها ويدفع عليها. كيف بتصف لنا حالات الاطفال خلال البرد الصقيع؟ كان في حالات ان الاطفال مضاد، صار في حالات سعلي، الاطفال الصغيرين مرضى يعني صعبه، في منهم اطفال سقع جريهم من البرد الاقدام لدرجه انه ما يحسن يمشي، والبكاء شغال 24 ساعه، حالي صعب جدا في المخيم. طيب خلال الفتره هاي على ايش كانوا يستخدموا الطبخ في المخيم؟ كان يجينا كيس برغل وهذا اكلنا البرغل. بالنسبه للخبز قطع عنكم المخيم هاي الفتره؟ يعني صار نادر شوي الخبز، والربطه بتجي 7 ترغ فيه وصغار كتير وبمئة ليره، ونادر جدا يا دوب الواحد يلاقيها، اللي عنده خبز صار هذا هدف.
الخبز صار. يعطيك العافية. طبعا أخذنا بعض العينة وبعض أراء وبعض الأطفال والمدنيين الذين يقطنون في هذا المخيم، المخيم بريف إدلب الشرقي. طبعا نشاهد وضع المخيم، وضع مأساوي، الوحل يغمر تلك الخيام. طبعا كانت هناك انخفاض في درجات الحرارة، وضع مأساوي تعيشه تلك الخيام، ووضع مأساوي يعيشه بعض النازحين، وأغلب النازحين هنا في مخيمات العشوائي بريف إدلب الشرقي. نطرح لكم هذه الصورة لتشاهدوا معاناة السوريين في المخيمات العشوائي بريف إدلب. يلا شوف هنا بقى هاي بلم 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 يا ولد.